بعد اجتماع الدول الضامنة لمسار أستانا، مواقف إيرانية تؤكد على وحدة الأراضي السورية وعلى سيادة الدولة، وأن العملية السياسية يجب أن تتم بين السوريين دون تدخل من أحد. بقوة سيكون دعمنا للشعب والحكومة الشرعية في سوريا، وسنقف معهم في جميع الأوقات. هكذا كان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لسان رئيسها حسن روحاني خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد بين قادة الدول الضامنة لمسار أستانا. مخرجات المؤتمر مهمة، والرئيس روحاني أكد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية السورية ووحدة واستقلال الأراضي السورية، وبأن تقرير مصير هذا البلد هو حصرا بيد أبنائه. كما أكد الرئيس روحاني بأن عقد هذا الاجتماع جاء افتراضيا بسبب تفشي وباء كورونا، والشعب السوري ليس مستثنى من هذا المرض، ولكن النظام الأمريكي ورغم ذلك فرض إجراءات لا إنسانية تحت مسمى قانون قيصر. لطالما أكدت طهران بأن كامل إمكانياتها هي لخدمة إخوتنا في سوريا، وكما واجهنا الإمبريالية معا سنواجه هذا الوباء أيضا. وترامب لشدة كراهيته لدول محور المقاومة يستغل حتى وباء كورونا لتحقيق مآربه. وقد تطرق الرئيس الإيراني بالقول إلى تاريخ أمريكا الطويل في سرقة ثروات الشعوب وحتمية خروج القوات الإرهابية الأمريكية من سوريا والمنطقة كلها، ونشر السيادة السورية على كامل رقعة البلاد، وبأن التضحيات التي قدمتها المقاومة جنودا وقادة لن تسمح لأمريكا أو لأي إرهابي بالتواجد على التراب السوري. الوجود الأمريكي في سوريا لا يستند لأي إطار قانوني، والجميع يعلم بأن حضورهم هو احتلال ولمساعدة الإرهابيين ومحاولة للسيطرة على الموارد الطبيعية لسوريا. ما خرج به المجتمعون وضمن في البيان الختامي أكد بأن لا حل إلا الحوار في سوريا، وبأن العقوبات ضدها أوروبية كانت أو أمريكية باطلة ولا إنسانية، وبأن محور المقاومة سيقف مع سوريا كما كان دائما. لم تأل الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهدا إلا وبذلته للوقوف مع الشعب السوري، والنقاط التي حددها الرئيس الإيراني خلال بحث صيغة أستانا أكدت بمجملها بأن الحل لن يكون إلا سوريا من الشعب إليه. محمد مسعودي، السورية، طهران.